اكد صاحب السمو الملكيه الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان المسيره التنمويه الشامله التي اختطها حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تسير بخطى ثابته نحو المزيد من التقدم والتطور مستنده الى ما يمتلكه ابناء البحرين في مختلف المواقع من شغف وطموح لا حدود له نحو الانجاز وعبر سموه عن فخره بما حققه ابناء البحرين من قصص نجاح باتت منطلقا لمزيد من الانجازات والنجاحات والتي لم تكن لتتحقق لولا عزيمتهم واسرارهم على مواصله تحقيق كل ما فيه خير ونماء وتقدم الوطن جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبيه اليوم معالي السيد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب وعدد من اعضاء مجلسي الشورى والنواب بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه وعدد من اصحاب السعاده الوزراء وسعاده السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفه تجاره وصناعه البحرين حيث لفت سموه الى ان ما تحقق على الصعيد الوطني من اسهامات ومنجزات وطنيه في مختلف المجالات هي ثمره العمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين والذي يمثل السلطه التنفيذيه والتشريعيه ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الاهلي ومن كافه القطاعات وقال سموه ان مصلحه الوطن العليا وخدمه المواطن هي غايه تتضافر من اجلها كافه الجهود التكامليه من مختلف القطاعات ونحن حريصون على توفير الفرص النوعيه امام ابناء الوطن كونهم غايه الجهود التي نسخر كافه الموارد والامكانيات نحوها مؤكدا سموه أن العمل متواصل بزخم أكبر وعزم أكيد وتفان مخلص نحو تنفيذ الرؤى والخطط التي تحول, الطموحات والآمال إلى واقع على صعيد النماء والتطور كما جرى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى مستجدات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأوضاع في قطاع غزة حيث أشار سموه إلى موقف مملكة البحرين الثالث والداعم للقضيه الفلسطينيه والمؤيد لكافه المساعي والجهود الراميه للتوصل الى حل سلمي عادل ودائم للقضيه من خلال دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعه في اقامه دولته المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه مؤكدا اهميه حمايه المدنيين ووقف التصعيد وتجنب العنف الذي يهدد الامن والاستقرار الاقليمي من جانبهم عرب رئيس مجلس النواب ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما يوليه من حرص واهتمام مستمر على تعزيز مسارات العمل المشتركة بين مختلف القطاعات ضمن فريق البحرين مؤكدين مواصلة العمل بذات العزم وبذل مزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة بما يعود بالخير والنماء على الجهد. جميعا